الفوز. طبعا الزمالك نادي كبير، نادي كبير، نادي بطولات، نادي بطولات، بس برضه في عوامل يا جماعه، يعني برضه ايه، في حاجات ما ينفعش احمل الدنيا فوق طاقتها. انا لو ما كنتش لائق زي ما وليد قال كده، لائق بدنيا ان انا انزل ادي المنافسه، مش هقدر مهما كان. ممكن العب فتره من الماتش كويس زي ما حصل في الشوط الثاني. صحيح، بدايه الشوط الثاني لما مصطفى شلبي نزل اتغير، وعمر جابر راح ناحيه الشمال، الموضوع اتغير 360 درجه. صحيح، والزمالك نشيط وكان هيجيب كام جول وبتاع وكل ده، بس الفتره. فانت الموضوع حتى يا صبري وانت راجل مدرب وكلكم ناس مدربين، لما بتيجي تعمل فتره الاعداد بتعملها تدريجي عشان توصل طبعا للتوب فورم. طبعا في حاجه اسمها التوب فورم. صحيح، فانت الجدول بتاع المباريات بتاعك زي ما انا قلت لك قبل الماتش، هو المدرب درب، لا مش هيلحق يعمل هو لازم الحاجه الوحيده اللي هيعملها في اليومين اللي جاي اللي فاتوا دول كلام، اللي هو الكلام والريكفري. صحيح، خلاص الريكفري ده له برنامج وله عوامل طبعا كتير جدا، بس اهم عامل في القصه دي كلها هو اللاعب. اللاعب، اللاعب هو اللي يقدر يرجع نفسه، هو دكتور نفسه، للحاله الطبيعيه بتاعته. صحيح، للحاله الطبيعيه بتاعته في الفتره قد ايه. يعني زي مثلا ايه، لما انت لعيب بتقيس له النبض لما بيعمل تمرين، خلاص بيوصل النبض 120 و130.